غادي نعطيك جوج ديال الامور ضروري مره مره تدخل تفحصهم باش تحمي الحساب ديالك سواء كان فيسبوك او انستغرام من السرقه والاختراق. قبل ما نوريكم الطريقه ما تنساوش تخبطوا لايك. خليكم معي، ركزوا معي اصدقائي، فالطريقه سهله ونتمنى هاد لا فيديو تبارطاجها باش كلشي يستافد. اولا كتوجهوا للانستغرام، من بعد كنكليكيو على البروفايل ديالنا، من بعد ثلاثه هاد الشرطات كننزلوا للسيتينغ يعني اعدادات، من بعد كندخلوا للسيكوريتي، الان كننزلوا لوغن اكتيفيتي. كيف ما كتشوفوا كيظهروا ليا جميع الاجهزه اللي عامله اتصال مع الحساب ديالي. مثلا شكيت في شي جهاز او هاتف ماشي ديالي، كنضغط على ثلاثه هاد الشرطات وكنضغط على لوغ اوت يعني خروج. هنا في هذه الحاله غادي يطلب مني انني نغير مود باس، وضروري تغير المود باس. اما الطريقه الثانيه كندخلوا الابس اي ويب سايت يعني تطبيقات ومواقع الالكترونيه، كندخلوا ليها الا كنتي عاطي الصلاحيه يعني لشي موقع او تطبيق يدخل الحساب ديالي في انستغرام. من الاحسن حبسوا، انا ديجا محبس كاع التطبيقات. بهذه الحاله تكون حميتي الحساب ديالي لا فيسبوك لا انستغرام نفس الطريقه. نتمنى الى عجبو لا فيديو بارطاجي، تحياتي لكم.